لأنها أيقونة النضال والمقاومة، فقد تعرضت المرأة الفلسطينية على مدى عقود لانتهاكات جسيمة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعاداً جديدة وخطيرة منذ 7 أكتوبر، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. التنكيل بالمرأة الفلسطينية داخل السجون إحدى مظاهر الاعتداءات الإسرائيلية الجسيمة التي تخالف أحكام القانون الدولي والإنساني. حسب تمام الأسود، إحدى نساء غزة التي تم الإفراج عنهن والتي روت ظروف اعتقالها والفترة التي قضتها في السجون الإسرائيلية وتعرضها للإهانة وسوء المعاملة. تم اعتقالي ب 14/12 من مكان الإيواء اللي هي مدرسة عمرو بن العاص. اقتحموا المدرسة، أول إشي الدبابات الجرفت جرفت سور المدرسة، دخلت الدبابات على المدرسة دبابتين. أنا كنت أراقب المكان من خروج صغير في المدرسة، فلقيت أنا إنهم دخلوا على البيوت وصاروا يفجروا البيوت وصوات نساء من البيوت، فأنا يعني كان الموقف مرعب كتير إلي. شهادات الأسيرات المحررات تتوالى لتؤكد كيف تعرضنا للقمع والعزل والضرب، ولتصبح كل شهادة تصل من أسيرة محررة أشد فظاعة من الشهادة التي تسبقها، والتي تتفق معظمها على أن هناك عملية تنكيل وتعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية. شوي بحقق معايا بقول لي أنت شو لمين أي فصيلة بتنتمي ومين أنت، فحكيت له أنا يعني أنا اسمي تمام وأنا ربيت بيت وطبيعة الحال أنا بمكان هالإيواء، يعني أنا وأطفالي وما بعمل أي إشي يعني إنه يدور أي حدا. فهم أخذوني وصار يقول لي اسمعي أنت بتأمني خطر على أمن إسرائيل، أنت معتقلة لمدة 5 سنين. أول ما أخذني ولبس الكلبشات بيدي حكى لي الكلام هذا، فكنت أنا كتير يعني مستغربة كيف إنه بحكي لي الكلام هذا. وتشير الأمم المتحدة إلى الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود أكثر من 55,000 سيدة حامل في قطاع غزة، وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.